العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وفضلنا الله جل وعلا بأمور عظيمة على غيرنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه قال: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. ولذلك ما تشعرون به من الراحة ومن السعادة ومن الفرح، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد في هذه الليالي المباركات. ولهذا لما مر أحد السلف ورأى مساجد المسلمين منورة قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا رضي الله عنه وأرضاه. ونحن من باب الشكر للناس بعد شكر الله جل وعلا وحمده وثنائه عليه، نسأل الله جل وعلا أن ينور جوارح الشيخ سليمان الراجحي على ما يقدم لكم في هذه الليالي وهذه الأيام المباركات. نسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره على طاعته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته يوم القيامة. أيها الصائمون والصائمات، أيها المعتكفون والمعتكفات، أنتم في نعمة عظيمة، في فرح عظيم. ولهذا هذا الاعتكاف سمي في اللغة أو عرف في اللغة أنه اللزوم، وبعضهم عرفه بأنه قطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالخالق جل وعلا. لهذا ذكر أهل العلم أن من فوائد الاعتكاف أنه يحسن هذه الجوارح، يحسن هذا اللسان، يحسن هذا السمع، يحسن هاتين اليدين والرجلين. لذلك يا إخواني، لا بد أن المعتكف والمعتكفة يخرجان من هذه المدرسة الرمضانية أن يخرجوا بأحسن الأخلاق. ولهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام أكثر من تأثر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا بعبادته عليه الصلاة والسلام، ولكن بسمو أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخواني، أقول لكم: لينوا في أيدي إخوانكم، فإن الحسنات إذا كثرت في العبادة وكان التعامل مع الناس تذهب هذه العبادة كلها. لذلك يا إخواني، استفيدوا من هذا الأمر، وادعوا للقائمين على هذا الجامع بالتوفيق والإعانة والسداد، وتعاونوا معهم على البر والتقوى. لذلك يا إخواني، تخرج من هذه العبادة وتقبل على الله جل وعلا. ولهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال ابن القيم رحمه الله: وليس المقصود هو الشراب والأكل الحسي، إنما بما يفيض الله جل وعلا له من المعاني والمعارف وراحة القلب وطرب القلب. لهذا يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: والله إن في قيام الليل إن القلب ليرقص فرحا مع الله عز وجل.
ولهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو أعظم الصالحين وأخشع الصالحين وأحسن الصالحين عليه الصلاة والسلام. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه مكفرة للذنوب، وإنه مطردة للداء عن الجسد. ولهذا يقول قتادة بن دعامة السدوسي المفسر رحمه الله تعالى: وإنما لينت أعضاؤك يا عبد الله لعبادة الله سبحانه وتعالى. تأملوا يا إخواني في أمرين عظيمين لولا أنهما موجودان عندكم لما استطعتم أن تعبدوا الله جل وعلا. الأمر الأول هو الأمن والأمان الذي تعيشونه في هذه البلاد المباركة، فاحمدوا الله جل وعلا واشكروه. كثير من العالم الإسلامي اليوم لا يعيشون في هذا الأمن والأمان ورغد العيش، تجد أنك ولله الحمد مطمئن في عبادتك. ولهذا يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وحدثونا الأجداد أنهم كانوا يصلون التراويح بالسلاح خوفاً على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى عوراتهم. وأنتم آمنون ولله الحمد، أنت في هذا الجامع تعبد الله جل وعلا وتتقرب إليه، وأهلك آمنون ولله الحمد في بيوتهم، فاحمدوا الله جل وعلا. الأمر الثاني هي هذه الصحة التي تدب في جسدك يا عبد الله. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. امرأة توفيت قبل أشهر جلست يا إخواني ويا أخواتي تغسل الكلى قرابة 35 سنة، 35 سنة في الأسبوع 3 مرات 4 مرات تغسل. فاحمدوا الله يا إخوان على هذه النعمة، وتقربوا إلى الله جل وعلا بشكرها. ولهذا يقول الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. أن تركع غيرك لا يركع، أن تسجد غيرك لا يسجد، أن تصوم تقوم وغيرك لا يستطيع. أصحاب الأسرة البيضاء يا إخوان إذا زرناهم في هذه الليال يتمنون أنهم معكم، راكعون ساجدون قائمون صائمون. فاحمدوا الله يا إخواني واشكروه على هذه النعم التي أعطاكم الله جل وعلا إياها. ولذلك تأملوا يا إخوان في هذه الليالي العظيمة والتي الله جل وعلا أعطانا نعمة من أعظم نعمه جل وعلا، وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي 83 سنة وأشهر، كيف يا عبد الله إنسان إذا وصل 80 وهو في صحة وراحة وأمن وأمان، وأنت في هذه الليلة إذا قمتها يا عبد الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على بند الاحتساب، لو تكلم عليك أحد، لو سبك أحد، تصبر، إني مروء صائم. هكذا يا أخوان المدرسة، لا ما نراه في الشوارع المضاربات والمهاوشات والمنازعات. لذلك تأملوا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الناس بتعيين هذه الليلة، قال الراوي: فتلاحى فلان وفلان، تنازعوا تهاوشوا. لذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث: وهذا دليل على أن المنازعات أنها ترفع البركة. شف الآن البيت يكون مطمئن، فإذا تنازع الزوج والزوجة وقع الطلاق، تفرق الأولاد. وكذلك في الأسر، وكذلك في القبائل، وكذلك في المجتمع، وكذلك في المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب إلا بالتحريش بينهم. ولهذا يا إخوان كونوا لينين مع إخوانكم، كونوا يعني طيبين، أخرجوا هذه العبادة، ترجموها
لواقع حتى يتأثر غيركم. ولهذا كيف يتأثر الكفار إلا بالمعاملة الطيبة؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي الجلف يأتي من خارج المدينة ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء أحد كما جاء في الصحيح جاء أحد الأعراب وبال أكرمكم الله في طائفة المسجد، فقام الصحابة قاموا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه. ثم لما انتهى دعا عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء فصب على بول الأعرابي، ثم قال يا أخ العرب تعال، ناداه عليه الصلاة والسلام، قال إن هذه المساجد لا يصلح أن يكون فيها هذا، وإنما هي للصلاة ولقراءة القرآن. فقال اللهم اغفر لي، شوف ردة الفعل، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. فضحك عليه الصلاة والسلام قال حجرت واسعا. وأيضا يا إخوان إياك أن يدخلك الغرور، بعض الناس يغتر بعبادته، لا يا عبد الله، الله جل وعلا أول ما ينظر إلى قلبك، ولهذا نظر إلى قلب إبليس فرأى فيه الكبر والحسد فمقته جل وعلا، وكان كما ذكر أهل التاريخ يسمى بالسجاد لكثرة عبادته. وش الفائدة أنك تحك جبهك في الأرض وتعاملك مع زوجك وتعاملك مع إخوانك فيه من الغلظة والشدة؟ هذا ما ينفع يا عبد الله، ينفع الرفق والتعامل الطيب. فأوصيكم يا إخواني أن الله جل وعلا عندما امتن عليكم بهذه الوسائل الحديثة كونوا ربانيين واعبدوا ربكم تبارك وتعالى واشكروه وانكسروا بين يديه جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي ينقلكم من الشقاء إلى السعادة. أسأل الله جل وعلا أن ينقلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة من الشقاوة إلى السعادة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. إخواني أكثروا من دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نور الله ضريحه وجمعنا وإياه في جنات النعيم، واعلم أيها الصائم أن كل وقت لك سواء في النهار أو في الليل مستجاب، وانت جالس وانت منسدح وانت ادعى الله سبحانه وتعالى يا رب اعطني يا رب اغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الصائم. فيا إخواني أكثر، ولهذا قال أهل التفسير وإنما أدخل الله جل وعلا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دليل على أن الصائم مستجاب الدعوة. لذلك يا إخواني خصوصا يا إخواني في آخر الليل عندما يظلم هذا الليل يأتي أهل الليل وأهل التقوى ينكسرون بين يدي الله ويسألونه جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. لهذا يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. فيا أخواني الراحة النفسية هي في قيام الليل وما أنتم فيه من الصيام والقيام، فاحمدوا الله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ينزل ربكم تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يتحبب إلينا جل وعلا وهو غني عنا، هو في العلو، لا كما يقول أهل العقائد الفاسدة أنه في كل مكان، بل هو معنا بعلمه جل وعلا، وقد علم اجتماعنا في هذا الجامع، قد كتب اجتماعنا في هذا الجامع قبل أن نخلق بخمسين ألف سنة بأسمائنا وأسماء آبائنا وأجدادنا وقبائلنا جل وعلا، كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى لما قال للقلم اكتب فكتب كل شيء. فيا إخواني الله الله بالتضرع إليه جل وعلا. إن كان فيك ضيقة بينك وبين أهلك، مشكلة بينك وبين أولادك، اشحذوا الله في هذه الأيام واحمدوا الله جل وعلا واشكروه، وادعوا لولاة أموركم بالصلاح والتوفيق والإعانة. هذا هي السنة،
هذا هو السنة. قال الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم بالسداد والصلاح. وهذا الذي قرره السلف منهم ابن تيمية وقبله الإمام أحمد رحمه الله. فيا إخواني الله الله بالدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإعانة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والإعانة. ولهذا أختم بأبيات ذكرها عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي رحمه الله تعالى في قيام الليل، يقول: والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب لمن ناداني. حاشا الإله أن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وإعلاننا، لا تخفى عليه خافية من الأشياء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية. فيا إخواني الله الله، أكرر عليكم الانكسار في هذه الليال ودعائه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة خيرها وبرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. ربي اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك مخبتين، إليك منيبين. اللهم اسلل سخائم قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح من وليته الله أمرنا من العلماء والحكام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.